حلو أن الواحد يحس حاله بلبنان وبأرمينيا بنفس الوقت. نحن كل يوم بنحس حالنا بأرمينيا بلبنان كمان حتى نحن بلبنان. هو أنا ماني أرمني بس هيك حبيت إجي أتعرف على الثقافة. مين بالبلد ما عنده صاحب أو صديق أو حدا بالحي أو بالجامعة أو بالمدرسة أرمني؟ هيدا لبنان تعيش المشترك ونعرف أجواء بعضنا. من الرقص إلى الموسيقى إلى أصناف المأكولات لللباس وغيرها من العادات والتقاليد، ثقافة بلد وشعب بتتعرف على تفاصيلها بسهرة اختصرت المسافات لتنقلك إلى أرمينيا. فبدعوة من بيت الشباب والثقافة التابع لبلدية زوم كايل، أعدت سهرة أرمنية بالاشتراك مع السفارة الأرمنية بلبنان، عرضت التراث الأرميني بكافة جوانبه. نحن أولاد المنطقة بالآخر، كلنا أخذين من بعضنا، من الموسيقى، من الرسم، حتى من اللغة، في كلمات مشتركة. الثقافة الأرمنية واللبنانية قريبين كتير بقبل بعض، ولبنان وأرمينيا بلد واحد، شعب واحد. حس حالك أنه أنت أرمينيا، نحن هن عنا ونحن منعرفهم، وأستكشف أنه في كتير أشياء منجهلة عنهم. عنا الدبكة الأرمنية إذا بدك، وعنا رقصة اسمها نحن منسميها بيرت. بدنا نفرجي حضارتنا للجمهور، وأنه نحن كتير كيف أنه منحافظ عليها حتى لو أنه نحن بلبنان. هذا هي الزي الأرمني اللي منستهيل. فن الطهي أو إرث الطهي. هيدي هون المانتا. المانتا يعني فطاير صغيرة بلحمة. في عنا السوبريك من أطيب الأكلات، كمان من مهارات الستات اللي بيطبخوا عنا بالمطبخ. هالسهرة أعدت ضمن برنامج بيت الشباب والثقافة اللي بينظم شهريا احتفالات تتعرف من خلالها على ثقافة شعوب وبلدان كنوع من الانفتاح على حضارات جديدة وثقافات متعددة. Armenians have been doing in Lebanon, living for so long and being citizens of Lebanon, but also having their own identity. كل يوم عنا سفارة جديدة عم نقدر نتواصل نحن وياهم، مشان نقدر ناخد منهم الأشياء اللي موجودة عندهم ونعطيهم الأشياء اللي موجودة عنا. بهمنا كتير إنه نقدر نتعرف شو عم بيصير ونجرب نمحور تفكيرنا وآرائنا، يكونوا منفتحين ونقدر نمحور كل شغلنا حول الثقافة. I'm sorry, 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 I'm sorry,